مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور عبد الحميد. بداية، مركز الرافدين للدراسات بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين الدوليين عقد ندوة عن التغييب القسري في العراق، حضرتموها، ما أهمية هذه الندوة في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقة يعني جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق قد تجاوزت حدودها سواء كم أو نوع، من حيث الكم أو النوع. لكن ربما في هذه الأيام تصاعدت قضية هذه الجريمة بالتحديد كنوع أو كأشد أنواع هذه الانتهاكات، وهي قضية جرائم التغييب القسري التي تستمر في العراق منذ سنوات عديدة. لكن بتصاعد هذه العمليات أو هذه الجرائم هذه الأيام، كان لابد أن يكون هنالك جهد كبير للعديد من القوى الناشطة في العراق لإيصال هذا الصوت ورفعه عاليا ليسمع المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات. وكما تعلمون، فهيئة علماء المسلمين بذراعها قسم حقوق الإنسان له نشاط كبير جدا في قضية توثيق الانتهاكات وغيرها. لذا جاءت مشاركتنا بالتعاون مع مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية، وأيضا هنا في تركيا المركز حقيقة الاتحاد الحقوقيين الدوليين لإقامة مثل هذه الندوة للوقوف على حقائق هذه الجرائم، وأيضا كيفية الوصول إلى طرق سليمة وقانونية نحو منع مثل هذه الجرائم مستقبلا. وأيضا دكتور، بعد مشاركة اتحاد الحقوقيين الدوليين، كيف تتابع نظرة المجتمع الدولي أو المراقبين الدوليين الحقوقيين تحديدا إلى القضية العراقية في ظل الانتهاكات الحاصلة الآن؟ يعني أغلب المنظمات حقيقة المتعاونة معنا في هذا الإطار هي على فهم تام لهذه القضية. ولكن هذه المنظمات يعني العديد منها لا تستطيع القيام بأكثر من واجب التوثيق والإعلان ونشر مثل هذه التقارير التي تقوم بتوثيقها. القضية الآن هي تقف في المنظمة الأممية مجلس حقوق الإنسان تحديدا، الذي يجب عليه أن يقوم بواجبه لمنع مثل هذه الانتهاكات. وإلا يعني ندوة اليوم حقيقة التي شهدت مشاركة العديد من الشخصيات من مختلف الدول، سواء كان هنا من تركيا أو من الأردن، طبعا فضلا عن الباحثين العراقيين، لكن حتى من أوروبا، من سويسرا، من جنيف، من بلجيكا، غيرها. يعني هذا يعطي دلالة على أن هذا الملف، ملف الانتهاكات في العراق، له بعد كبير. هنالك تعاون كبير بين عدة منظمات، فضلا عن منظمات دولية عديدة. دكتور، هل يمكن أن نفهم من هذا الكلام أن المجتمع الدولي عندما أخرج العراق من لجنة حقوق الإنسان هو يجب عليه أن يكمل هذا الدور، وإلا يعتبر موضوع إخراج العراق لا قيمة له؟ هذه خطوة، نحن أيضا كما ذكرنا في علماء المسلمين قبل أيام، هذه خطوة صحيحة لكنها تبقى خطوة ناقصة. لكن يعني على هذه الدول التي اتخذت مثل هذا القرار ولم تنصع لدول دائمة العضوية، ولا سيما أمريكا التي تدعم العراق وتغطي عليه وعلى جرائمه، هذه الدول اليوم عليها واجب إنساني وحقوقي بالدرجة الأساسية لمحاسبته على مثل هذه الجرائم. ولا سيما أنهم هم في يعني مجلس حقوق الإنسان والمنظمة الأممية يعني يصنفون هذه الجريمة، جريمة التغييب القسري، هي من أقسى أو من أصعب الجرائم والانتهاكات الأخرى. في سؤال الأخير لكم دكتور، إلى أي مدى يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات في العراق؟ يعني هذه الندوة حقيقة اليوم وقفت على كثير من هذه التساؤلات أو تجيب على هذه التساؤلات بشكل مبدئي. ولذا كان أهم مخرجات هذه الندوة اليوم أن هؤلاء الناشطين اليوم والعديد من المنظمات الأخرى لا بد من أن تعقد لهم جلسات قادمة وعمل تعاوني للوصول إلى وسائل عملية لإيصال هذا الصوت إلى المنظمة الدولية أولا، الأممية عفوا، وأيضا إلى الدول الناشطة والمهتمة بهذا الجانب. هنالك تعاهد من قبل هذه المنظمات وهذه الشخصيات التي شاركت
وهي شخصيات بالمناسبة فاعلة جدا في هذه الملفات. هنالك اتفاق على تفعيل هذه الملف تفعيلا عمليا حقوقيا قانونيا، فضلا عن الملفات أو الجوانب الأخرى التي هي السياسية والإعلامية. الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.